التي أنتمي إليها، ثم أقول أنه في الأول والأخير هذه النتائج التي نتحصل عليها تتم بعد جهد طويل، بعد جهد لسنوات طويلة، وأن الغاية والهدف الأول من هذه النتائج هي أن نحقق إن شاء الله نتائج مهمة في المستقبل، وأن نساهم في ازدهار بلدنا، وأن نكون مواطنين صالحين في المستقبل إن شاء الله. لدي كثير من الأحلام بعد البكالوريا، من بينها الالتحاق بكلية الطب والصيدلة، وكذلك الالتحاق بمدارس الهندسة، لكن الحلم الأول والأخير طبعا هو أن ألتحق بميدان أبدع فيه وأشتغل فيه بكل حماس وبإتقان وبصبر إن شاء الله، وأن أكون طبعا إطارا هاما في المستقبل إن شاء الله. حقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى على الحصول ديال الابنية على هذا المعدل، رغم أنها كانت تنتظر واحد المعدل احسن بهذا بكثير، وتنشكرها على المجهودات ديالها وعلى التشريف ديالها ليا والاسره ديالها، وتنشكر الاساتذه ديالها اللي ساهرين عليها على الدراسه ديالها وعلى الاطر التربويه كامله في المدرسه ديالها، وتنشكر المندوبيه على ان المندوبيه اللي استضفتنا هنايا، وتنشكر الجهه كامله والناس المسؤولين على التعليم في جهه فاس مكناس. انا تنتمنى ان شاء الله العلي القادر ان بنتي تحقق الطموحات ديالها الشخصيه، وتنتمنى انها تنفع بلادها وتنفع الاسره ديالها ان شاء الله. هذا شرف لينا والجهه ديالنا ديال تويسلان، وتنشكر الله العلي القادر على انها جعلها تحصل على هذا المعدل، وتنتمنى لها التوفيق في حياتها الدراسيه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.